السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. ومجموعة الثالثة وحديث عن كأس العالم. المجموعة الثالثة هي اللي تضم الأرجنتين، السعودية، المكسيك وبولندا. أرجنتين أمريكا الجنوبية، السعودية تمثل قارة آسيا، والمكسيك أمريكا أيضا الجنوبية، وبولندا تمثل أوروبا. فأعتقد هذه في القرعة فريقين من أمريكا الجنوبية. إذا تكلمنا عن هذه المجموعة الأربع فرق، نبدأ بالأرجنتين باعتبار التصنيف الأول رقم واحد فيهم. الأرجنتين اسم كبير وتاريخ يعني عريق أيضا، يكفي أنه تذكر مارادونا وميسي كافي أنه تتكلم عن الأرجنتين. لكن يبقى الأرجنتين أنه فريق له تاريخ، لعب المونديال، لعبت في المونديال عام 78، أحرزت الألقاب يعني لقب المونديال 78 86، هاي المشاركتين. لكن من اصل 16 مره تاهلت فيها هي للنهائيات والتصفيات. في كوبا امريكا ايضا 14 مره شاركت فيها. مشاركات الارجنتين كثيره في كل بطوله، وده جمهور كبير، وبالتالي فعنده 77 مباراه بالمجموع الكلي من كل مباريات كاس العالم. عنده 42 فوز مقابل 21 خساره و14 تعادل، يعني له 131 هدف عليه 84. هذه الارقام اذا تاخذ اللهو عليه يعني دليل انه هناك عنده نسبه كبيره، اكثر من 35 هدف زياده، وبالتالي الفوز عنده 42 مقابل 21، يعني ضعف مبارياته فوز، دليل على قوه ومتانه وجوده لاعبي المنتخب الارجنتيني. الارجنتين اسم كبير مثل ما تكلمنا باسماء بتاريخه بنجومه. المدرب الحالي اسكالوني، وبالتالي سكالوني هو لاعب أرجنتيني سابق، مدرب شاب، يكفي أنه يملك لاعبين من طراز ميسي، مارتينيز، أوتامندي، غوميز، كوريا، دي ماريا، أسماء كبيرة يعني. وبالتالي يعني الفرق الكبيرة في أوروبا في العالم هي ما يمثلوها الأغلب اللاعبين الأرجنتينيين، باريس سان جيرمان، مانشستر، سلتا فيغو، يوفي، أشبيلية، أتلتيكو مدريد، وبنفيكا. فالفريق الأرجنتيني هو المرشح الساخن في هذه المجموعة، وأيضا أحد الفرق المرشحة لنيل اللقب. إذا انتقلنا للفريق الثاني، الفريق العربي السعودي، ممثل آسيا، أحد أبطال آسيا الكبار، فريق أمل العرب، وفريق يعني يمثل نوعية جيدة من اللاعبين، والتطور اللي حصل في المنطقة هو خير دليل عليه. بطل آسيا ثلاث مرات الفريق السعودي، يعني من 1996، 1988، 1984. مشاركاته في كأس العالم بدأت الفريق السعودي، يعني كنا قريبين على التطور اللي حصل في الكرة في السعودية منذ عام 1994، 1998، 2018، 2006، 2002، 2018 مشاركة، يعني هذه المشاركة رقم 6 للفريق السعودي في كأس العالم. عندك كأس القارات شارك أربع مرات ممثلا لآسيا، أمم آسيا شارك 10 مرات. الفريق السعودي أسماء كبيرة، وكنا بدينا نعرفهم ونحتضنهم، حتى هناك مشاهدي يتابعوا الدوري السعودي. المدرب هيرفي رينارد فرنسي اللي كل يتذكره، يعني لاعبين أصبحوا معروفين عندنا في العراق وفي المنطقة هم اللاعبين السعوديين، وبالتالي هم اغلبهم من الدوري السعودي، لاعبين يمثلون نادي النصر والاهلي والهلال والتعاون. اليامي حارس المرمى اللي معروف، بالاضافه الى عبد الاله العمري وعلي مجرش وياسر الشهراني ومحمد القحطاني وسلمان الفرج وصالح الشهري وسالم الدوسري وسليمان هزازي، فالقائمه طويله. فالفريق السعودي اعتقد فريق مهم جدا في هذه المجموعه، وفريق سيكون له بصمه واضحه كما كانت له في المباريات السابقه. إذا انتقلنا للفريق الثالث في المجموعة، المكسيك. المكسيك أمريكا الجنوبية، فريق أيضا عريق، فريق له تاريخ ومعروف في بطولات كأس العالم، وسبق أن العراق لعب في كأس العالم في المكسيك وتواجه مع المكسيك، وقتها خسرنا 1-0 في 1986. المهم الفريق المكسيكي من الفرق اللي دائما هي تشارك في القارات في بطولة الكونكاف في أمريكا الجنوبية، مرة واحدة يعني أحراز لقب القارات ومشاركاته في كأس العالم خمس مرات للنهائيات وصل. من هذه المشاركات الخمسة بالإضافة إلى القارات وهذه عنده 53 مباراة شارك فيها في البطولات الأغلب اللي لعبهم في كأس العالم، عنده 14 فوز 14 تعادل و25 خسارة.
يعني مجرد انه 25 خساره دليل على انه قدره وقابليه الفريق المكسيكي يعني دائما في خط الصنف الثاني والثالث. له 57 عليه 92 هدف، ايضا هذا دليل واضح على ضعف الدفاعات ودائما نسبه التسجيل عندهم اقل. فامكانيات الفريق المكسيكي واضحه قياسا بالدول المجاوره في قاره امريكا الجنوبيه كالارجنتين والبرازيل وشيلي والاوروغواي. المدرب مارتينو الارجنتيني اللي سبق وان درب برشلونه والكل يتذكر الجمهور الرياضي، فريق المكسيك يملك لاعبين جيدين ولاعبين امكانيات، يعني بدهم يدخلون في الدوريات الاوروبيه الكبيره في ليون سلتافيرا ودينيك ولياك واياكس ونابولي واشبيليا، وكل يعرف خيسوس كورونا ولوزانو والفاريز ورودريغو تياغو روخو وكوتو، اسماء كثيره في الدوريات معروفهم متابعها، لكن الاغلبيه ما يدري بهم، هم لاعبين من الفريق المكسيكي. اذا الفريق المكسيكي هو الفريق الثالث في هذه المجموعه. اذا انتقلنا للفريق الرابع في المجموعه فهو الفريق البولندي. فريق بولندا ايضا فريق سبق وان مثل يعني في شارك في بطولات كبيره مثل كاس العالم، عنده 7 مشاركات في كاس العالم. بولندا عندما تتذكر بولندا الكبار بالسن يتذكرون بولندا بالسبعينات والثمانينات كانت اسم كبير، وصلت نهائي اوروبا ونهائي كاس العالم دور الاربعة في 74، 7 مشاركات عندها في كاس العالم، اهمها مشاركه في كاس عالم 74 احراز المركز الثالث، الكل يتذكر ايام لاتو اللاعب الكبير شارماخ، وهذه اسماء معروفه في على مستوى الدوري وعلى مستوى البطولات في اوروبا. في كاس العالم عنده 31 مباراه الفريق البولندي، عنده 15 فوز 11 خسارة 5 تعادل، يعني 15 فوز 11 خسارة، أيضا رقم جيد، وكان يعطي فريق دائما حافز وإمكانية أنه فريق دائما يستطيع أن يتجاوز المراحل الأولى يصل إلى أمم أوروبا. شارك 3 مرات لكن لا يوجد عنده أي لقب في هذه البطولة. المدرب سلاو ماشين بولندي، أيضا البولندي اللاعبين أيضا مشهورين في الدوريات الأوروبية الكبيرة، ساوثهامبتون، داينامو كييف، سامبادوريا، وشتوتغارت، وستون فيلا، وروما، فيورنتينا، ويوفنتوس، وبرشلونه. الرقم رقم واحد حاليا باللاعبين البولنديين هو ليفاندوفسكي اللي كل تعرفه لاعب برشلونه ولاعب بايرن السابق ولاعب المنتخب البولندي، وزيلينسكي في روما، وكامينيك شتوتغارت، وبيرزينكي في سامبادوريا، وتوماس في داينامو كييف، وبان بيدن نارك ساوثهامبتون. يعني تعرف الاسماء في البولنديه اسماء رنانه واسماء كبيره اليوم اصبحت. اذا انتقلنا للمواجهات المباشره بين الفريقين في كل هذه المجموعه الاربع فرق، فراح يكون عندنا اللقاء الاول في هذه المجموعه الدور الاول ارجنتين سعوديه بولندا مكسيك. ارجنتين سعوديه، سعوديه البلد العربي البلد المجاور لقطر، ايضا يعتبر ملعب ملاعب القطريه او الجمهور العربي راح يكون الى سند فارضه وجمهوره ان شاء الله، اتمنى لنا الفوز الموفقيه كبلد عربي. مواجهه فريق الارجنتيني اللي فريق كبير بنجومه واسمائه، وبالتالي وجود ميسي في هذه المباراه هو بحد ذاته مواجهه صعبه للسعوديين. اذا المباراه صعبه، هناك ارجحيه وافضليه واضحه للفريق الارجنتيني على مستوى اللاعبين، على مستوى جوده اللاعبين، على مستوى تاريخهم في البطوله، لكن يبقى الفريق السعودي فريق كبير في القابه وفي منافساته في تحضيراته، وان شاء الله يكون فريق منافس قوي للارجنتين. اللقاء الثاني بولندا والمكسيك، ايضا هناك تنافس بين الفريقين، لكن تبقى ايضا فريق البولندي فريق عريق وفريق يملك لاعبين كبار على مستوى الدوريات العالميه حاليا في جاهزيتهم التامه في هذه المواسم الاخيره، اكثر افضليه فيها نسبيه على لاعبين فريق المكسيك. هناك افضليه واضحه للفريق المكسيك البولندي على حساب الفريق المكسيكي، لكن ايضا اكرر مره ثانيه اقول مواجهات في الدور الاول، المواجهه الاولى لكل فريق تكون صعبه، لان يعني هناك حسابات معقده راح تكون عن طريق التاقلم ومواجهه الفريق في التحليل والدرايه الاوليه، وبالتالي يعني القراءات راح تكون صعب التكهن بها والتوقع. الان انتهينا من مباريات المجموعه الثالثه، فإن شاء الله انتظرونا في المجموعة الرابعة.